هل يا ترى هيتغير وجه الشرق الأوسط بعد القرار اللي أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب يوم الثلاثاء الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران؟ زي ما احنا شايفين منطقة الشرق الأوسط أصبحت كلها على صفيح ساخن، وبعيدا عن عمليات القصف الصاروخي المتبادل بين الجيش العربي السوري وبين جيش الاحتلال اللي بدأ العدوان على سوريا واللي مستمر في العدوان على سوريا، فاللي بيحصل في المنطقة العربية بيأكد لينا ان قواعد اللعبة بتتغير وبتتغير سريعا، وان احنا النهاردة اصبحنا امام مرحلة جديدة قد تعصب بالمنطقة كلها اذا ما فلت الزمام من اللي ماسكين الخيوط الحقيقية، الناس اللاعبين الاساسيين وخاصة روسيا والولايات المتحدة الامريكية. زي ما انتم شايفين يا جماعة بات من الواضح لينا ان المواجهة العسكرية بين ايران واسرائيل، ولما اقول اسرائيل معناها امريكا ايضا، بتقترب اكثر فاكثر. تصريحات، تهديدات نارية بين الطرفين، كل ده بيأكد ان احنا على ابواب حرب عاصفة قد تندلع في اي لحظة، والحرب دي اذا ما اندلعت لن تتوقف عند حدود الطرفين بل هتشمل كل اطراف اللعبة في المنطقة. خد عندك مثلا امريكا ورئيسها المندفع بلا حسابات، اذا ما اندلعت الحرب مش هيكون بعيد عنها، خاصة وان ايران هتلعب بما لديها من اوراق واولها تحديد المصالح الامريكية في المنطقة، سواء بقصف القواعد او الاساطيل البحرية المنتشرة في الخليج او غيرها، او حتى ممكن تقدم على جرائم محددة بضرب ابار النفط الخليجية. كل ده هدفه ممارسة الضغط الشديد على امريكا. طيب انا لما اجي اشوف الدنيا ماشية بهذا الشكل، انا بحس كل يوم ان في ضغط متكرر بتعمله إسرائيل على سوريا، وبتوجه ضربات للقوات الإيرانية المتواجدة على الأرض السورية. أكيد إن المواجهة دي إذا ما تصاعدت ده هيدفع بما لا يدع مجالا من الشك المحور المتحالف مع إيران اللي هو بيضم سوريا، بيضم حزب الله في لبنان، بيضم فئات أخرى موجودة، بالتأكيد لن تكون بمنأى عن اللي بيحصل ده أبدا. المسألة مش هتبقى محصورة بين إيران وإسرائيل، ولن تتخذ فقط من المسرح السوري مسرح الحرب دي بس، لكن أكيد الحرب دي إذا ما اندلعت هتوصل لمناطق أخرى في لبنان، في إيران ذاتها، في الكيان الصهيوني ذاته. هندخل في أزمة هتحدث حالة من الفوضى في العالم العربي، خصوصا يعني إذا فرضت مجريات الصراع القادم على روسيا أنها تكون طرف فاعل في الموضوع، وهتلاقي نفسها بقى طرف فاعل في الموضوع لأن أمريكا بالتأكيد مش هتقعد ساكتة. كل ده يؤدي إلى حرب حقيقية من الممكن أن تدفع الأمة كلها الثمن. إسرائيل هي المعتدية، وأمريكا هي المعتدية، وسوريا تدافع عن أرضها وعن أمنها القومي. محدش يتدخل يقول بشار الأسد يمشي أو ما يمشيش، دي مش مسؤوليتكم أنتوا، دي مسؤولية الشعب السوري. الشعب السوري اللي صمد وناضل وكافح ودافع دفاعا عن الأمة العربية كلها. هي سوريا الحرب اللي بتخوضها ضد الإرهاب دي مش دفاعا بس عن أرض سوريا، الإرهابيون لو سيطروا على سوريا أنا بعتقد كل المنطقة لن تكون في مأمن بأي حال من الأحوال. علينا أن احنا نفيق، سيبنا العراق ينهار وتتآمر عليه القوى المتآمرة، وشفنا بعد كده ماذا حدث في العراق، كيف شرد الشعب العراقي، كم عدد الشهداء الذين سقطوا، كيف نهبت ثروة العراقيين بواسطة الأمريكان وحلفائهم الذين أبدا بالتأكيد لن يعملوا لا لصالح العراق ولا لصالح سوريا ولا لصالح أي منطقة العربية. طيب معنا الإعلامية السورية جيهان.